هل ممكن تتعلم حاجة جديدة أو مهارة جديدة في 20 ساعة بس؟ آه ممكن، تعال أقولك إزاي، يلا بينا. ازيك يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو انت اول مره تشوفني انا كريم عفه، بقدم محتوى في السالون متفشل سبيكر. ادخل كده خد لك لفه، ولو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، ويلا بينا ندخل على طول في موضوع الحلقه. ازاي تتعلم حاجه جديده ومهاره جديده في 20 ساعه بس، وهل ده اصلا ممكن ولا هيبقى صعب؟ وهو ده اللي كان بيتكلم عليه الكتاب ده، والكتاب ده شرح ان انت ممكن تتعلم اي حاجه واي مهاره واي حاجه انت عايز تتعلمها في 20 ساعه بس، وهتتقنها كمان. وانا مش جاي اقول لك كلام كده وخلاص، لا، انا جاي النهارده اقول لك تجربه حرفيا حصلت معايا انا شخصيا. لما كنت عايز ابدا الفيديوهات بتاعت اليوتيوب، ما كنتش اعرف يعني ايه مونتاج، ما كنتش اعرف اصلا امنتج باني برنامج، وما كنتش اعرف اي حاجه خالص. وفيديوهات اليوتيوب بس وتعليم الكورسات بتاعت اليوتيوب بس، اتعلمت في اقل كمان من 20 ساعه ازاي امنتج على برنامج ادوبي بريمير. واللي عارف ادوبي بريمير تقريبا كل اليوتيوبر بيمنتجوا بيه، وهو من اصعب البرامج حرفيا اللي ممكن تتعلمها. ولكن انا في فيديوهات اليوتيوب بس، من غير اي كورسات، من غير ما ادفع فلوس، من غير اي حاجه خالص، اتعلمت ازاي امنتج كل فيديوهاتي من على برنامج ادوبي بريمير، وفي اقل من 20 ساعه بس. فاللي انا عايز اقوله لك النهارده، اللي انت ممكن تتعلم اي حاجه حرفيا انت نفسك فيها، اذا كان فوتوشوب، اذا كان رياضه انت بتحبها، اذا كان مونتاج، اذا كان اي حاجه او اي مهاره حرفيا انت عايز تتعلمها، ممكن تتعلمها في اقل من 20 ساعه بس لو ركزت عليها في مدار ال 20 ساعه. ولو انت هتقولي ان انا مش عندي وقت ان انا اذاكر او اتعلم حاجه في ال 20 ساعه بس، فانا عايز اقول لك ان انت ممكن دلوقتي تدخل بس على السكرين تايم بتاعك بتاع التليفون، وتشوف انت قعدت النهارده على التليفون كام ساعه، واراهنك ان انت ممكن تكون كمان عديت ال 20 ساعه بس قعدتك على التليفون، اذا كان سوشيال ميديا او فيسبوك او فيديوهات على اليوتيوب او مسلسل انت بتحبه. فانت ما تقوليش ان انت ما عندكش وقت، ممكن تخصص 20 ساعه بس على مدار الاسبوع، او لو انت عايز تخلص المهاره دي النهارده، فانت ممكن تقعد النهارده على المهاره اللي انت عايزها لحد ما تتعلمها. الفكره فيك انت، والفكره في البدايه فقط. فانت اتعلم الحاجه اللي انت عايزها، وانا كده سهلتها لك ان انت لو اتعلمت الحاجه اللي انت عايزها، او لو انت عايز تتعلم في الحاجه اللي انت عايزها، فانت مش هتستغرق غير 20 ساعة بس وهتكون متقنها. فمستني ايه دلوقتي؟ خلص الفيديو دلوقتي واعمل لايك وسبسكرايب، وروح اتعلم الحاجة اللي انت عايزها، وفي 20 ساعة بس تعال قول لي انت اتعلمت ايه، وتعلمت كام في المية من الحاجة اللي انت كان نفسك فيها. وزي ما هقولك دايما في نهاية اي فيديو، فكر في الحاجة اللي بقولك عليها، فكر فيها قبل ما تعملها. وبس كده، ديوس يا كوتش. رايح فين؟ رايح فين قبل ما تمشي؟ بس لو عجبك الفيديو ولو عجبك الحوارات دي كلها، ادخل اعمل سبسكرايب على الحاجات دي كده كلها. ولو انت عايز تتعلم ازاي تعمل ايس كوفي، وازاي تعمل مشروبات زي ما انت ما شايف كده ب 7 جنيه بس، روح اعمل فولو بسرعه على التيك توك، عشان انا بنزل دلوقتي حاجات جامده جدا جدا على التيك توك. فقبل ما تقفل، روح اعمل سبسكرايب في الحاجات دي كده كلها، واعمل اشتراك في الحاجات دي كده كلها. بعد كده روح اتعلم الحاجه اللي انت عايزها. ديوس يا كوتش، السلام عليكم.